السلام عليكم، صبحكم الله بالنور والسرور. قصتنا اليوم عنوانها عنوان جميل جدا. تعرفوا ايش هو عنوان قصتنا اليوم؟ سوسة المدير. سوسة المدير، هذه السوسة موجودة في كل مجتمع إداري بالتحديد، وأحيانا يكون حتى في مجتمع البيت الصغير. سوسة المدير بصراحة، هذه السوسة يعني سبحان الله، وظيفتها نقل المعلومات من هذا المكان إلى المدير، ونقل المعلومة من هنا إلى المدير، وشغلتها الشاغل هالسوسة كيف تسوس بين المكان والإدارة. طبعا هذا المدير دائما يكون مبسوط على هذه السوسة. طبعا لما نقول المدير، ممكن يكون مديرة، ممكن يكون مدير، ممكن يكون شركة، ممكن تكون هيئة إدارية، المهم انه هو مدير. هذا المدير دائما يحرص انه يكون عنده سوسة، وبدون ما يطلب من هذه السوسة يكون هذه السوسة المقربة للمدير اللي رايح جاي رايح جاي، ما تشوف إلا رايح للمدير وجاي من عند المدير، ينقل معلومة ويجيب معلومة. وأحيانا المدير اللي يحب هذه السوسة يرسله بأشياء بدون ما يطلب منه. السوسة دائما ذكي جدا جدا، دائما يلتقط الأشياء بالتقاط كده، شفت الملقط، ويلتقط هذه الأشياء وينقلها دايركت إلى المدير. وفي نفس الوقت عنده حساسات كده غير طبيعية، ينقل الشيء اللي يبغاه المدير إلى الفريق العمل، الهيئة الإدارية أو الموظفين، وبالتالي يكون عنده قرابة بين الفضول، وهو أقرب الناس إلى الفضولي. لما نقول إنسان فضولي، هذا الفضولي بالعادة ليس فضولي لأجل معرفة، لا، لأجل أن يكون سوسة للمدير، وبالتالي تكون الفضول بالنسبة له شيء معتاد لا يمكن يستغني عنه، لازم يعرف كل صغيرة ويعرف كل كبيرة، ويدخل عصه في شيء ما يخصه ودايرك يسحبها للمدير. والمدير كذلك بالمقابل ما يستغني عن هذه النوعية من الأشخاص لتسيير عمله. أحيانا المدير لما يكون عنده شخص مثل هذا النوع من السوسة، يكون فرصة بالنسبة له أنه يبث للآخرين ما يريد توصيله من دون ما يتكلم. عنده سوسة جالسة تشتغل له، ما يحتاج لا يروح ولا يجي ولا يقول ولا يتكلم ولا حاجة. فهذه قصتنا اليوم، قصة سوسة المدير. وإن شاء الله إن شاء الله الله لا يبليكم بهالسوسة. ترى هالسوسة مرض، والله إنها مرض، وهالسوسة يجب أن نقضي عليها جميعا، سواء المدير أو الموظفين، لأن هذا المرض مثل السرطان. اليوم هذه السوسة موجودة، بكرة تجي سوسة تانية، وهذه السوسة دائما لابد إحنا نتعامل معها بطريقة ذكية جدا. يفترض أن إحنا ما نساعد هذه السوسة تستمر ولا تنخر بين الناس اللي احنا نعيشهم، لان هذه السوسة موجودة في المجتمع، موجودة في الادارات، موجودة احيانا في البيوت، احيانا مش كثير، يجي واحد من افراد الاسرة، داك فلان سوى كده، داك واخوي سوى كده، داك اختي سوت كده، زين، هذه ايضا مش كويسة في الاسرة. وبالتالي احنا لابد ان احنا نساهم بشكل كبير جدا ان يكون الحب هو الموجود، وهو اللي يكون يربطنا.
لأن العمل بحب يختلف عن العمل بلا حب. العمل في كل مجال من مجالات الحياة، إن كان في مجال نحن كتعليم أو مجال الإدارة أو مجال الصحة أو مجال كل مجالات الحياة، مع من نعمل لابد أن نعمل بحب. الحب هو اللي يعطي الإنسان الطاقة الإيجابية للعمل، وليس السوسة التي تجعل من الإنسان يعمل. لما يكون في سوسة لأجل تحريكك، أحيانا تكون لنرفزتك، أحيانا لمضايقتك. وبالتالي إذا كان الحب هو الوسيلة التي تجمعنا، سيكون العمل أجمل ما يمكن. وصباحكم محبة وسلام.